حلقة جديدة بتجمعنا معكم مشاهدينا من برنامج إبداع العلوم. طبعا تمثل العلوم الطبيعية مثل ما بنعرف كلياتنا مشاهدينا هي المعرفة الواسعة واللي بتتضمن التداخل ما بين العديد من العلوم، فبتساعدنا بفهم العالم من حولنا، حيث أنه العلم الذي يسأل عن الدراسات المدهشة والتي تثير الاهتمام بشكل دائم. بدي رحب فيكم بحلقة جديدة ومثيرة وممتعة من إبداع العلوم، وأكيد نحن بكل حلقة لازم نذكر بأهمية العلوم في حياتنا. نبدأ أولى فقراتنا إذن مشاهدينا بعد الفاصل، ابقوا معنا. رجعنا بعد الفاصل مشاهدينا. طبعا رح نبدا بفقره رح ناخذ فيها العديد من المعلومات حول ماده معينه مثل ما عودناكم بكل حلقه. طبعا استخدمت الشموع لعصور طويله للاناره كما نعلم، وتصنع الشموع بطرق واشكال والوان مختلفه، حيث يضاف للشمع في بعض الاحيان مواد معطره تطفي على ما حولها برائحه طيبه عند ذوبان الشمع، ويدخل في صناعتها مشاهدينا انواع مختلفه من الشمع مثل الشمع الياباني. لنتعرف أكثر إذن عن الشمع وتصنيعه نتابع معا فقرة معلومة مع هذا التقرير. الشمع، الشمع عبارة عن مواد صلبة مكونة من لبيدات بسيطة واستيرات الحموض الدسمة، وبقيت تستخدم كوسيلة للإضاءة حتى قام توماس أديسون باختراع المصباح الكهربائي عام 1879 للميلاد. ورغم كل التطورات والاختراعات يبقى للشموع أهمية لا غنى عنها. اشتهر الوطن العربي بالشمع المستخرج من حشائش الإسباتو المتواجدة في الجزائر وتونس وليبيا وجنوب إسبانيا. أما الشموع النباتية فاشتهرت في أمريكا اللاتينية، كما صنع شمع قصب السكر في فرنسا وشمع فاكهة التوت في اليابان. وبتطور صناعة النفط في منتصف القرن الثامن عشر تطورت صناعة الشموع، وظهر العديد من أنواع الشموع الجديدة. أنواع الشمع حسب مكوناته: الشمع النباتي، والشمع الحيواني، والشمع المعدني. الشمع النباتي هو الذي يغطي الكثير من النباتات لحمايتها من الحرارة والرطوبة، ويكسو أوراق نخيل الكرنوبيا المسمى بالشمع الكرنوبي، وهو أكثر أنواع الشموع النباتية استخداماً لأنه من أصلب أنواع الشموع، حيث يبقى محافظاً على صلابته حتى في أجواء الحر الشديدة. الشمع الحيواني يستخدم في صنع المواد الملمعة والمنتجات الأخرى، ويستخدم كشمع حيواني، ويمكن خلطه مع شمع النفط أيضاً. من أهم مكوناته شمع النحل. الشمع المعدني وهو الأكثر استخداماً في الوقت الحالي، والذي يستخرج من النفط ويفصل عنه الزيت بعمليات كيميائية. بعد هذا التقرير الممتع فعلا يعني والبشد بمعلوماته الغنية مشاهدينا، هو كان عن صناعة الشموع والتعريف بالشمع شو هي المادة أساسا العضوي من وين لح يكون. لح نرجع لهاي الفقرة، فقرة التجارب، فقرة تحدي العلوم مع هبة العطوة. انت اليوم لح تقدمينا كمان تجربة وتفاجئينا عطول انت بتجارب حلوة وممتعة كمان، وبنفس الوقت برجع بقول مثل ما بقول بكل حلقة سهلة وسلسة وبسيطة وآمنة. أهم شيء إنه عنصر الأمان أكيد. أهلا وسهلا فيك هبة. كمان بدي رحب فيكم ضيوفنا اليوم حلوين هبة، هيك جايين كلياتهم هيك بتحسي بعيونهم في حب المعرفة وفي فضول ليكتشفوا هاي المعلومات، أنسام وحلا. نتعرف عليكم أكثر. أنسام
اسمك، هواياتك، بأي صف؟ عرفينا على حالك أكثر. أنا اسمي إنسام ونجحت على الصف الثامن، وهواياتي هي السباحة والرسم. مبروك، إن شاء الله تكوني دائما أنت من الأوائل. كمان حلا، نتعرف عليك أكثر. أنا اسمي حلا، نجحت على الصف السادس، وهواياتي السباحة والرسم والغناء. كمان بدي أقول لك مبروك، نجحتي بتفوق صح؟ أكيد شكلكم شاطرين. اليوم نضيف على هواياتنا هواية جديدة اللي هي التجارب العلمية، عشان يعملوا شغلات ممتعة بالبيت وتكون دايق الأول. صح، هذا الحكي أكيد يعني ما في غبار عليه وما في شك فيه، إنكم أنتم دائما لازم نحب العلوم وتعملوا هاي التجارب. إنما نحن بعد ما تابعنا التقرير اللي بيحكي عن الشمع، حبيت هيك أسألكم سؤال لأنسام ولا حلا، بحفلات عيد ميلادكم على بالجاتو بتحبوا أنتم الشمع ينحط عليه؟ تمام، الشمع ملون ولا العادي الأبيض مثلا؟ الملون. عندكم كان فكرة عن الشمع كيف بيصنعوه وشو ممكن نعمل بالشمع تجارب علمية ولا لا بصراحة نحكي؟ لا. طيب، إنما هلأ بتجارب اللي حتقوم فيها الآن سهبة، لح نتعرف أكثر على شو ممكن لحنا نعمل بالشمع. لهيك أنتوا خليكم عم تتابعوا مع الآن سهبة خطوة بخطوة هاي التجارب اللي عم تقوم فيها. لهيك لح أرجع لك أنا هبة نتعرف اليوم أكثر على التجارب. أنا افترضت أنه لح تكون عن الشمع لأنه شفت أنه مجهزين الشمع تحت الهواء، كنت مثبتي شمعة وعم تجهزي شمع أكثر من شمعة. تمام، نتعرف عن التجربة اليوم شو لح تقوم فيها. تجربة اليوم لح نشوف نحن كيف ممكن نستفيد من الشمعة، كيف لحتى نفرغ الهواء. لحتى نفرغ الهواء، فنحن رح نعمل تجربة كتير صغيرة، نفرغ الهواء من أوعية مثلا معينة. تمام، بمثالنا نحن حيكون هذا الوعاء اللي بدنا نفرغ منه الهواء. خطوات التجربة إذا رح تكون خطوات التجربة اللي احنا جبنا كاسي مثل ما عم تتابعي أنسام وحلا. تمام، إذا نحن مثل ما تابعنا أنسام الآن سهبة شو عملت؟ حطت ملون غذائي بلون أخضر، ملون لا على التعيين، بكاسة المي اللي لونها أخضر. نحن رح نسكبه بالصحن اللي مثبتين فيه أصلاً الشمعة. هلأ نحن اللي رح نعمله رح نشغل الشمعة. تمام، هذا بذكرنا بالنافورة، ما هيك حلا؟ لأنه في هيك مي وفي مثل عمود بيعطي. رح نقلب. طيب هلأ الفكرة بهدوء شوي شوي، شو ممكن يصير؟ رح نراقب شو رح يصير. خلينا نراقب. طيب هلأ شو عم بصير يا أنسام ويا حلا؟ تابعوا من تحت من تحت شو عم بصير بالسائل. عم يرتفع تدريجيا للأعلى. هلأ ليش عم بيرتفع السائل معنا لفوق؟ انه اجى المي بده يملأ محل الهواء. تمام، هلا نحن وقت حرقنا الهواء من فوق، بدال الهواء اللي عم بيحترق الحجم اللي عم بينقص عنا بالاحتراق، رح يطلع بداله سائل عشان يعبي هذا الحجم. فحجم الهواء اللي احترق جوا تماما هو بحجم السائل اللي طلع معنا لفوق. بس انطفيت الشمعه بقي السائل بمكانه لانه نحن ما حركنا. هلا بس نعطي اي حركه صغيره، اي حركه صغيره السائل. بس يتسرب السائل رح يرجع يفوت بداله. يعني قبل ما نعطي نحن حركه ويخرج السائل، لاحظي انسام وحلا مثل ما ذكرت الان سهبة انه لما انحرقت لهب الشمعه حرق الهواء اللي هون، نقص الحجم. مقدار نقصان الحجم اللي نقص صار في عندنا مين شو عوضه؟ السائل، حجم السائل ودخل للداخل. صحيح الكلام هبه ما هيك؟ تمام. هلا اللي بدنا نعمله انه بدنا نعمل حركة هيك صغيرة حتى نسمح للسائل بالخروج. مجرد انه نحن حركنا هو رح يرجع يطلع. تمام، حتى اذا عدنا التجربة رح نحصل على نفس النتائج مرارا وتكرارا. هلا انا رح نعيد التجربة، نشعل الشمعة اول شيء. تمام تمام، اهم شيء انه نحن هندخل الحوجلة بهدوء بهدوء، وبنجي هاي بشكل منكس هيك. تمام كمان بهدوء. شو اللي صار؟ بدنا اللهب يشعل ويضل حافظين على اشتعاله. إيه المهم ان انت ما تحرك ايدك عشان ما يصير عندي تيار هواء جوا ويطفي لي اياها للشمعة. طيب معناتها بهدوء مثل ما عملتي في شيء عم بصير. كمان فشلت التجربة معي. خليكي انت هبة، هاي شغلتك وانت خلينا نعيد التجربة. او ممكن لانه يكون في قطرات مي حول اللهب هون هي اللي عم. ايه تمام، ممكن يكون هذا السبب. طيب معناتها لاحظي انسام وحلا دائما اي خطا صغير ممكن انه هو
يخرب التجربة، بس هذا مو معناته انه نحن نستسلم، لا، بنضل عم نحاول ونبحث عن نحاول كمان اشعل لك الشمعة ولا بدك تمسح السائل اللي واقع هون؟ امسح السائل. تمام، إذا برجع بعيد الفكرة، الفكرة هي انه تمام فكت الشمعة. لا يلا بعد حاول. صار لنا هون دخلنا مرحلة بشكل مقلوب من التجربة الأولى. تمام، السائل اللي ارتفع ضل فيه قطرات هي اللي نزلت على مكان لهب الشمعة وبهدوء، بحيث انه نخلي الشمعة بالمنتصف دائما. تمام، انت مستحكمة اكثر من جهتك هبة، لاحظوا كيف انطفت اللهب، طفت الشمعة لسه ما انطفت، لسه عم تقاوم، لسه عم تقاوم، عم تقاوم. بهالوقت شو عم يصير بالسائل تحت حلا؟ عم يرتفع. عم يرتفع. وليش هلا عرفنا ليش حطيتي الوان؟ مشان يبين كمؤشر، يعني كمؤشر. تمام، ارتفع تماما، عم يرتفع لسه بهدوء، بس يثبت شو بيكون صار، تعوض الحجم اللي نقص بالهواء اللي انحرق، يعني واللي نقص مين عوضه؟ السائل، السائل الملون. هون انطفت الشمعه معنا بوقت اكثر، فلهيك زاد معنا سائل بصح ما طلعوا كلياتهم. تماما تماما. اذا هاي كانت التجربه، التجربة يعني استعملنا فيها الشمعة. هلأ إذا بدنا ننتقل لتجربة تانية كمان فيها شمعة هبة؟ التجربة التانية في حال كنا بالبيت ومقطوع الكهرباء ونحن بحاجة إنه يكون عندنا شمعة، فنحن رح نعمل شمعة من البيت. يعني نحن بدنا نصنع شمعة؟ نحن رح نصنع شمعة. المواد كيف ممكن نحن نستعملها؟ نحن كل شيء بحاجة إله هو قالب زبدة. انتبهي إذا الأنسام وحلا، أنت قلتوا لي بتحبوا الشموع، وشموع شموع ملونة اللي احنا بدنا نستعملها هبة، ولا شموع بيضة مثلا، ولا شو اللون مثلا ممكن نستعمله؟ ما بيأثر. ما بيأثر، معناتها انتوا هلا بدكم تركزوا لحتى تتعلموا كيف طريقة صناعة الشموع. لما نحن بنصنع شمع عادة نعرف انه الشمعة بشكل عام، الشمعة بيكون هو الشكل الاسطواني التقليدي مثل ما هلا تابعنا، بس احيانا بالسوق بنشوف في شموع باشكال معينة وقوالب معينة. شو اكثر قالب بيلفت نظرك من الشمع؟ السؤال الك انسام والك حلا. انسام شو اكثر شيء شمعة بتحبي اشكال مثلا؟ القلب مثلا. القلب صح، وبيكون لونه احمر ملونين صح؟ ايه. كمان حلا شو في اشكال بتحبيها غير القلب؟ كمان نفسه. احيانا بنلاحظ في حيوانات معينه، بنلاحظ في اشكال معينه مثلا، او حتى بنلاحظ شمعه ارقام. برافو عليكي، هاي بيستعملوها باعياد الميلاد على الكعكه عيد الميلاد، وكمان بيكون في على شكل الورود. هلا الماده الاولى اللي رح نستخدمها بصناعه الشمعه صارت جاهزه وهي زبده. كمان شو رح نعمل؟ معقول الزبده تتحول لشمع؟ شو رأيك؟ بتتحول، بتتحول، كل شيء عندنا بيتحول، كل شيء بيصير عندنا بالسحر ولا بالالعاب الخفي مثلا؟ لا، نحن بالتجارب بالعلوم، بالعلم، بالعلوم، كونه العلوم داخله بكل تفاصيل حياتنا. تمام. احمد بدك تعمل لي فتيل تبرمه بهذا الشكل، يعني قد ايه بده يكون دقيق ولا ما بيأثر؟ المهم مهما. طبعا احنا عم نستخدم محارم النشاف، ورق النشاف او محارم المطبخ. هلا اذا انا استعملته بهذا الشكل هيك مثلا، تمام. هلا نحن كل شيء عملناه انه نحن جبنا قالب الزبده، تمام، نحن رح نعمل فيه ثقب بواسطه الخشبه. هذا هو الفتيل، يعني ارفع من هيك ما تحكمت اني اعمله منيح هيك هبه ولا لسه؟ نجرب نعمل، نعم نحكم هيك بشوي صغيره. طيب. احمد نحن بنعمله على طاق واحد اول شيء دغري نبدا فيه مباشره. طيب انسام وحلا، صار عندكم تصور شو ممكن تعمل اللي عم تعمل الان سهبة؟ انه حطت هون زبده وهذا العود الخشبي الناعم، وعم تقول فتيل، يعني هذه بدها تفوت صح بقلب العمود الخشبي، ندخلها؟ لا، نحن بواسطه العمود الخشبي نحن بدنا ندخلها لجوا. تماما، فلح نشوف كيف. هاي الفتيل هلا هون كونه في عنا في القداحة وفي لهب، لازم نكون شوي حذرين صح، وما لازم نعمل التجربة الا اذا بالبيت شو بده يكون. هلا هي مانا خطرة، بس بنخاف انه يحرقوا حالهم. احنا غمسنا، عملنا ثقب بقالب الزبدة احمد، فنحن بهذا الثقب رح ندخل هاي المحرمة. تمام، الفتيل يلي نحن عملناه. تمام. هلا فينا نستعمل شيء غير المحرمة مثلا، مثل على مبدأ الشمعة العادية مثلا، خيط مثلاً، ممكن خيط قطن أو قنب أو كتان مثلا. تمام. أو المهم أنه يكون خيط سميك قابل للاشتعال. تمام تمام.
هلا نحن هون دخلناها مثل انا دخلتها بس بدي اقصر منها شوي. تمام. هلا نحن كل شيء بدنا نعمله بدنا نفتلها بحيث انه تتلوث بدنا نلوثها فيها. تمام زبدة. تماما نلوثها بالزبده. تمام. هلا هون الزبده هي اللي عم تلعب دور الشمع. تمام تمام. هذا القالب احمد نحن اذا كنا مقطوعين بالبيت وحطينا قالب الزبده بهي الطريقه وشغلناه بيضل مكفينا تقريبا شيء 4 ساعات. هلا هون يفضل انه تكون رفيعه قدر الامكان. نوعا ما. بس انت ما سويت لي اياها رفيعه احمد لانه كثير سميك هذا واخذ طاقين هو فبتقضي غرض النتيجه. هذا القالب بيضل شغال معنا هيك بحدود 4 ساعات في حال نحن كنا بالبيت مقطوع الكهرباء ونحن بحاجه لشمعه ما عندنا شمعه بالبيت نحن ممكن نعملها. نحن وقت فتلنا المحرمه على قالب الزبده تمام هي رح تسبب احتراق بس هذا الاحتراق كل شيء رح يعمله انه هو رح يطلع بخار فهو اصلا ما له مؤذي ما بيطلع ريحه اصلا مؤذيه. تماما. يعني هاي فينا نقول بديل عن الشمع في حال انه ما كان في عندنا شمع بالبيت. ممكن نستخدم نحن بهي التجربه زبده نباتيه يعني بتكون رخيصة وغير هيك انه بتعطي يمكن رائحتها اخف من الحيواني. الحيواني بيكون عاده ريحته بتكون اتقل شوي بالبيت. تمام. هلا هون لما انشعلت صار في زبده زائبه او انه سالت حواليها. اذا رجعنا بللناها هاي بالزبده نفسها بترجع بتشعل. لا انا هي طفت لانه انا خففت من طولها. نحن لو تركناها طويلة كانت بقيت أطول. ببساطة أنت فيك تشيل الفتيل وترجع تحط فتيل تاني وترجع تشتغل فيها. تماما. وإذا حبينا ما رح يأثر أبدا على القالب وقت أطول ممكن الفتيل يكون نحطه ليخترقه بالكامل بحيث انه دائما هو عم يشتعل وعم يسحب ماده اللي قابله للاشتعال اللي هي الزبده. هلا هذا بيخلينا يقودنا هبه لزمان ايام اول ما اكتشفنا القديم كانوا يعملوا سراج قديم على شحوم الحيوانات والمواد. تماماً. المواد الدسمه من الحيوانات. احيانا نحن مع تقدم الحياه بس احيانا بينفرض علينا موقف نضطر انه نرجع فيه للبدائيات. صحيح. كبدائل. تمام. اذا نحن هاي كانت تجربتنا البسيطه لليوم انسام وحلا. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا نوعا ما فينا نقول من كيف صناعة الشمع وأن نكون نحن أخذنا أفكار لأنه دائما العلوم هي بتعتمد على شو؟ على الملاحظة أول شيء والملاحظة هي بتجي من فكرة يعني الفكرة بسيطة ممكن هي تقودنا لحد لنكتشف نتائج كتير ومعلومات جديدة. فبتمنى أنكم تكون اليوم انبسطتوا بحلتنا وبهاي التجارب اللي قامت فيها هبة. شكرا لإلك أنسام وشكرا لإلك حلا. وكمان بدي أتشكرك هبة يعني دائما عندك رسائل بسيطة بتوصل للمشاهدين من خلال هاي التجارب البسيطة اللي حضرتك بتقومي فيها. احنا بنستغل تجارب العلوم بالحيل وبالخداع وبالتزيين بإعادة التدوير وبالبدائل لبعض الحلول اللي احيانا ما بتكون متوفره بين ايدينا. اهم شيء فعلا انه نحن نلاقي بديل ويكون مواده متوفره وبجوز يمكن هاي البدائل ما بتخطر على بال حدا ابدا. أكيد. بس بالمتابعه والصدفه موجوده عندنا بالمنزل. صح. الصدفه احيانا هي اللي بتخلق هذا البديل. شكرا لك هبه. اما الان مشاهدينا شو رايكم هلا ننتقل لفقره سؤال وجواب نتعرف فيها على الاسئله اليوم اللي توجهت للبرنامج مع الاجوبه مباشره. رح نروح لفقره سؤال وجواب ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. ما هو الفرق بين الصابون السائل والصابون الصلب؟ إن الفرق بين الصابون السائل والصابون الصلب هو استخدام هيدروكسيد البوتاسيوم في صناعة الصابون السائل في حين يستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الصابون الصلب. ويذكر أن الصابون كيميائياً يصنع من ملح الصوديوم أو البوتاسيوم أحد الأحماض الدهنية ويتشكل من خلال التفاعل بين كل من الدهون والزيوت والقلويات في عملية تسمى التصبن. لهون
مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من إبداع العلوم. أكيد نحن مكملين معكم ببرنامج إبداع العلوم بحلقات جديدة قادمة ومعلومات جديدة أيضا قادمة. انتظرونا بنفس الموعد. إلكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.